وتزوج ببيت عيلة ودائما في مشاكل معايا. فقعد لوحدي في شقتي وزوجي مش موافق على كده، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، ولا يجي ولا يجوز له أن يجبرك على الاختلاط، إنما إن طبخت طعاما أرسلي إلى أمي بعض الطعام. أما أن الزوج يجبر زوجته على الاختلاط، لا ليس من حقي هذا.